هذا الغمأ لزرعات للموت أكثر من طريقة في حرب الجماعة المتمردة. هذه المشاهد تظهر حدة التوحش التي تقوده جماعة الحوثي في تعز وتكشفها من خلال هذه الألغام، إذ ما تزال أغلب مناطق الجبهة الجنوبية الغربية تحتفظ بكميات كبيرة منها، حيث نشرتها داخل جبهات المدينة كما في الأطراف ودون مراعاة لأبسط حقوق الحياة. وتم المسح وأخراجها من كل المعوقات اللي عوقونا فيها. تعد هذه الوسيلة واحدة من الأساليب التي تنتهجها الميليشيا لقطع الطريق أمام أي تقدم للمقاومة، لكنها لم تنجح. هنا في جبهة باب المندب وذوباب تواصل المقاومة تأهبها وصد أي تقدم للميليشيا، في الوقت الذي تستمر في نزع الألغام وتأمين المواقع التي سيطرت عليها. ومن فترة إلى أخرى تكسر المقاومة هجمات للميليشيا في محاولة لاستعادة المواقع التي فقدتها. نحن الآن في مضيق باب المندب، له أهمية استراتيجية عالمية، وما زال الحوثي عيناه وطمعه في باب المندب، ونحن ندحره من باب المندب رغم أنه طمع في هذا المضيق الذي تمر فيه أكثر من 22 ألف فاخرة سنويا، وما زال يريد أن يقطع الخط أو المضيق باب المندب، ولكن الحمد لله قضينا عليه وعلى هيمنته وعلى طمعه وقد فر ولا عد له أي شيء في باب المندب. لذلك لم تهدأ التحركات في هذه الجبهة المهمة كما يراها طرفي الصراع، فالتعزيزات التي تشهدها هذه المنطقة من كل الأطراف تضاعف أيضا من حدة التوتر القائم، خصوصا عندما تشهد من يوم إلى آخر محاولات للميليشيا العودة إلى باب المندب المنفذ الحيوي محليا وإقليميا ودوليا.